السلام عليكم شباب، حالكم ان شاء الله بخير. معكم اخوكم غازي ومقطع فيديو جديد. اليوم راح نتكلم عن السيزن الرابع والاخير في دراجون فلايت، واللي راح ينزل بعد يومين ان شاء الله في 24 ابريل اللي هو يوم الاربعاء. فايش الاشياء اللي راح نسويها في هذا السيزن؟ هذا اللي راح اتكلم عنه في هذا المقطع ان شاء الله. لكن قبل ما نبدا شباب، بيقول لكم قاعده معروفه في عالم وورلد اوف كرافت، دائما يقول لك اخر باتش او سيزن في الاكسبانشن المتعه كلها لازم تكون فيه. عندكم مثال الليجن، اكسبانشن الليجن كان اكسبانشن جدا ممتع بالكامل، لكن اخر سيزن او باتش المتعه فيه كانت مضاعفه، لدرجه انه اذكر وقتها من شده الادمان والمتعه كنت انام على الكيبورد. اذا وصلت للمرحله هذه اعرف انك وصلت الى اقصى مراحل الادمان. بعدها جانا اكسبانشن باتل فور ازروث، اكسبانشن معفن بالكامل، لكن اخر سيزن في الاكسبانشن ضافوا لك الكربشن سيستم، ضافوا لك الفيجن في نزوث، ضافوا لك نيلوث ريد، اسهل ريد في عالم وورلد اوف كرافت. فلو تسال اللاعبين تقول لهم ايش رايكم في باتل فور ازروث، راح يقول لك والله اكسبانشن كان ممتع. هو ما يقصد الاكسبانشن كامل، هو يقصد اخر سيزن. اخر سيزن هو اللي يعطيك الانطباع الكامل، هل الاكسبانشن هذا كان ممتع ولا لا. في شادو لاندز بصراحه انا ما لعبت اخر سيزن، لكن على كلام الشباب يقولون انه كان ممتع وناس وطهبل وفن، يعني لانه بليزرد اعطتهم كثير اشياء. فاتمنى ان شاء الله انه نشوف هذا الشيء في اخر سيزن في دراجون فلايت اللي راح ينزل ان شاء الله بعد يومين. طبعا التعديلات كامله ما نزلوها، في اشياء راح تنزل بنص السيزن الين نبدا بعدها الاكسبانشن الجديد اللي هو ذا وار وذن. ويب يلا نبدا المقطع وخلنا نشوف ايش راح نسوي في هذا السيزن. For the Alliance. For the Alliance. For the Horde. For the True Horde. أول شيء شباب خلونا نتكلم عنه اللي هو الميثيك بلس. الميثيك بلس صارت تعديلات عليه جدا رهيبة. أو بلح ما نشوفه الحين. كيستون ليفل يا شباب، أعلى شيء راح نسويه واللي راح يطيح لك لوت من الميثيك بلس هو بلس 10. في السيزون الثالث اللي حنا فيه الحين بلس 20 هو أعلى شيء يطيح لك، لا الحين صار بلس 10. طبعا صعوبة بلس 10 هي نفسها صعوبة بلس 20. ليش نزلوا الأرقام؟ لأنه بصراحة شيء مقرف إنك تسوي بلس 2 بعد بلس 5 بعد بلس 8 بعد بلس 11. فهمت يعني عشان توصل بلس 20 تحتاج تسوي كيات كثير. الآن نزلوها إلى النص خلاص، تسوي بلس 2 إذا بشيت وتسوي 5، بعدها تسوي 8، بعدها تسوي 11. فهمت يعني تبش الكي حقك مره سريع، ما تحتاج انك تسوي ما ادري 7 دناجة 6 دناجة عشان توصل الكي حقك 20. طبعا هنا تشوفون الجير اللي يطيح من الميثك بلس ثلاثه بس، اللي هو الشامبيون والهيرو والميث. حلو، فثلاث انواع. الموضوع هذا بيسهل عليك بكل بساطه، تجيب جير الشامبيون بعدها تجيب جير الميث على طول. هذه شيء معروف، يعني مش لازم انه يكون الجير حقك هيرو عشان تجيب المث، لا بامكانك تجيب جير الشامبيون بعدها تجيب المث. طبعا عشان تطور جير الشامبيون تحتاج لك العمله. انتبهوا الشباب في بدايه السيزون لا تصرف العمله اللي تطيح لك من المث بلس، اللي هي نفس الاسبكت، راح تكون في اسبكت لونها احمر. اول اسبوع راح يجي يخلونك تاخذ 60 حبه، الاسبوع الثاني 120 او 90 ماني متاكد. لكن العمله هذه لا تصرفها الا على ايتمات بيستن سلوت. حلو، بيستن سلوت يعني ايتمات ما راح تغيرها، ايتمات مره قويه، ترنكتات او النك اللي يلبسها اللاعب او التير 6، فاصرف على هذه الاشياء بس. اما اذا عندك قطعه طاحت لك وانت تشك ان القطعه هذه راح تستمر معك، لا تطورها، خليها نفس ما هي والعب فيها عادي. المهم زي ما تشوفون جير تشامبيون، كيف نجيب جير تشامبيون؟ صار تعديل مره كويس في الميثيك زيرو شباب، اللي هو طبعا هذه الدناجن هي اللي راح نلعب فيها الميثك بلس، اللي هي الدناجن الاساسيه لدراجون فلايت. ادري في بعض اللاعبين يقول دناجن معفنه. سووا تعديلات كثيره، تعديلات مره كثيره راح تعطيك تجربه مختلفه عن التجربه السابقه في السيزون الاول والسيزون الثاني. ان شاء الله نستمتع، انا ما متاكد، بس تعديلات مره كثيره لدرجه انا ما قدرت اقراها. المهم لو نشيك هنا شباب على الميثك زيرو، حلو، الجير اللي يطيح لك تشامبيون. حلو، يعني الالتات حقت كلها بامكانك تسوي. طبعا ما حد يسوي ميثك زيرو السيزون الاول الثاني الثالث. ميثك زيرو شباب ما خشيت الا مره او مرتين بس على التات، الايتم ليفل حقها مره قليل. بس الحين صار عندك سبب انك تخلص الدناجن هذه كل اسبوع، تخلصها في الالتات حقتك، مو ضروري المين حقك، المين حقك تروح تسوي فيه بلس 10 وخلاص، لكن الالتات حقك نفسك تلعب تنبسط، تبي تجرب كلاس جديد، فخلاص ميثك زيرو بدك تروح تسويه. لكن في مشكله انهم يقولون انه الصعوبه حقته نفس صعوبه بلس 10، انه الافكس حقت الميثك بلس 10 راح تكون شغاله في الميثك زيرو. شلون؟ اند اوف دنجن يطيح لك 509 جير هيرو، بينما في الميثك في الويكلي يطيح لك 522 جير ميث. فاللوت حقهم مش انه يطيح لك من لوت بلس 10، مش صحيح. اللي صار انه
الدنجن نفسه راح تكون ميثيك بلس 10 الافكس حقته شغاله في الدنجن بس بدون تايمر، ما في تايمر، كانك تلعب ميثيك بلس بدون كانك تلعب ميثيك بلس 10 بس بدون تايمر، ويطيح لك جير تشامبيون. مره فن بصراحه، كثير شباب انا اعرفهم دائما ابي مكان ما يكون فيه وقت، حلو انه نروح وياهم نلعب الدنجن ونستمتع بوقتنا بدون ما نحس ان الوقت قاعد يطاردنا، كانوا لا لازم تخلصون بسرعه. فيب الحين صار عندي سبب انه العب مع الشباب و انا مستمتع بورد كرافت شباب، انا مستمتع مع اخوياي بصراحه. اللي مخليني استمر في اللعبه الان هم اللاعبين العرب، لولا وجود اللاعبين العرب انا ما كان استمرت بهذه اللعبه ابدا. مع جير الشامبيون بامكانك تطوره الى 514 بينما جير الهيرو تطوره الى 521 او 22 21 و22، بينما جير المث تطوره الى 528 اللي هو بيكون اعلى شيء. نصيحه، حاول بالبدايه انه تحاول تسوي 4 بلس 8 عشان يطيح لك جير مث بالويكلي وتطوره. فالموضوع بالكامل يعتمد على الحظ، اذا تقدر تسوي بلس 10 لازم تسويهم. ليش؟ لانه راح يعطيك تطويرتين، فانت راح توفر عليك كم 60 حب لا 15 حبه اسبكت راح توفرها على نفسك لو سويت بلس 10 واخذت في الويكلي 2 من 4، يعني بس تدفع 30 حبه اسبكت. لكن زي ما قلت لكم شباب برضو هنا عندك بلس 6 هو يطيح لك 502، او عادي تسوي بلس 5 سبام 502. اذا وصلت جيرك 502 عادي على طول تقدر تروح تخش على المث مباشره بدون ما تحتاج انه الهيرو، وانت تسوي عشان تجمع الويكلي راح يطيح لك جير هيرو. برضو تأكد انك تلعب مع لاعبين تعرفهم شباب، احنا عندنا كوميونيتي ترى العالم وورد فكراف، خش ولعب مع اللاعبين العرب واستمتع بوقتك معاهم، تراهم راح يعطونك تجربة مختلفة احسن من انك تلعب سولو او تلعب مع لاعبين. ما ودي اغلط، انا ما ودي اشتم القرف اللي الطرف الثاني من العالم، العالم القذر. المهم الناس هذولك انا بصراحه كرههم كره لاني لعبت معاهم كثير، اعرف طبيعتهم. تغير نفسك وتغير اخوياك، مثل لو طاحت لك قطعه تعطيها لاخويك ما تحتاجها، اخويك ياخذها احسن لك. فزي كذا حاول انه تلعب، بالعكس راح تغير اسرع مع اخوياك وبيكون الوضع متعه تغيرون مع بعضكم وتوصلون بلس 10 مره. وناس اذكر في السيزن الثاني والثالث انا بالبدايه ترى غيرت مع الشباب، والله العظيم اعطوني تجربه مختلفه للدناجن. صحيح انه واجهنا صعوبه واحنا نخلص الدناجن بس والله العظيم استمتعت بوقتي لما العب مع لاعبين عرب جدا. تلعب مع جانب العب معهم، كل واحد يلعب مع يلعبه. برضو اذا خلصت الكيستون ماستر راح يعطونك ماونت اسمه انفينيت ارمردون او شيء زي كذا، راح احط لكم صورته. يمشي الحال، يمشي الحال جود. فهذا بالنسبه للميثك بلس شباب. اما بالنسبه للريد فزي ما تشوفون عندنا هنا اول اسبوع بالريد شباب راح يتفعل فولت فذن كارنت، راح نروح للريد هذا اسبوعين، اول اسبوعين. اسبوعين اللي بعدهم راح اروح لابيروس، اسبوعين اللي بعدهم اميردسل. في الاسبوع السابع الريدات كلها راح تتفعل. طيب كيف نعرف وش الريد الفعال الاسبوع هذا؟ تشوفون العلامه هذه اللي هي اويكند، اول اسبوعين هنا، ثاني اسبوعين هنا، ثالث اسبوعين هنا. الاسبوع السابع كلهم راح يكونون شغالين، فيب راح يكون الوضع فن. الجير اللي يطيح من الريد خلونا نشيك النورمال، النورمال يطيح لك جير مش هنا، نشيك هنا شفتوا؟ انه هذا الريد هو اللي شغال الاسبوع هذا. في النورمال يطيح لك جير تشامبيون مره جود، هنا تاخذ ترينكتات، في ترينكتات مره رهيبه شباب. برضو اللي لعب السيزون 2 يعرف قيمه الايتمات هذه جدا قويه. برضو الديمون هانترز تعرفون الترينكت هذه؟ ايتمات جدا كويسه. فعنده روح الهيرويك، في الهيرويك زي ما تشوفون الجير اللي يطيح لك من الهيرويك اللي هو الهيرو، يب راح يطيح لنا جير هيرو نطوره الى 522. انا قلت 522 522 او 521، واحد منهم مستحيل اغلط انا. فيب الريد جدا مهم عشان تجيبون الترنكتات حقتكم. ايضا بيكون في حاجه بالنسبه للريدات اللي هو بيكون فيندور يا شباب، الفيندور هذا راح يبيع لك ايتمات من الريد تشتريها اللي هو ترنكتات. هذا الريد الاول اللي هو فولت اوف ذا انكارنتس، هذا الريد الثاني اللي هو ابيروس. فشوف بدك تشتري ليجندري الباك، ايش ليجندري بس الباك تعتبر يعني رير ايتم، فيري رير. ترينكتات حقتك اذا ترينكتاتك ما طاحت يمديك تشتريها من هنا. عندك برضو الاشياء اللي فعلا انت تحتاجها، شوف ترينكت بلارو وبابا. فالاشياء البي ايس حقتك راح تقدر تجيبها بسهوله. بس تشوفون هنا في عمله انتي كيو برونز بوليون او شيء زي كذا، العمله هذه كيف راح تطيح لك؟ اول اسبوع راح تطيح لك حبه، الاسبوع الثاني تطيح لك حبتين، الاسبوع الثالث ثلاث حبات، كل اسبوع حبه واحده بس. فانت تجمعهم، فانتبه انك من اول اسبوع. طبعا هنا كاتب انه كلهم تشتريهم بحبتين، فواضح اول اسبوع ما راح نقدر نشتري ولا ايتم.
بالاسبوع الثاني نقدر نشتري ان شاء الله. حرفيا زي ما قلت نظامها نفس نظام السبارك يا شباب. اذا الاسبوع الاول فاتك ما لعبت اللعبه ونسيت تطيحها، في الاسبوع الثاني راح تطيح لك حبتين ما عليك. في الاسبوع جيت انت بالاسبوع الثالث راح تطيح لك ثلاث حبات، فدونت وري. برضو من وين تطيح الى الان ما قالوا كيف القطعه راح تطيح، لكن كثير شباب قالوا انها راح تطيح من الريد. الكلام الاكيد اللي انهم قالوا انه نظامها نفس نظام سبارك. سبارك يا شباب تطيح من كل مكان، من ميثك بلس، من الريد، من كل مكان تطيح. بس هذه شوي يختلفوا عليها العلماء. يبي لي انت في الكلام يا انا، فمو متاكدين الان من الطيح، لكن اذا انت بالديسكورد بالكوميونتي راح نرسل رساله هناك وراح نبلغكم من الطيح. فبصراحه نظام الاويكنينج بيكون نظام جدا ممتع، انه بدل ما نلعب ريد واحد ونستمر عليه سيزون كامل، عندنا ثلاث ريدات شغاله وكل واحد يبدع على البوسات هذه. الكلاس حقك معفن في الريد هذا راح تشقهم هنا في الابيروس، كلاسك هنا معفن تشقهم هنا وهنا. فالوضع شباب بيكون طهبلة، بيكون متعة وناسة على كيف كيفك. برضو إذا خلصت الريدات كلها الثلاثة هذه بالنورمال، طبعا لازم تكون awakened إذا كانت شغال. فبعد بعد ست أسابيع أو بعد خمس أسابيع بتخلص الريدات كلها بالنورمال راح يعطونك ماونت. إذا خلصت الريدات هذه كلها في الهروك awakened راح يعطونك تايتل اسمه awakened hero ما أعرف شلون. شباب انا احاول اضبط نفسي من السب والشت، انا احاول اني ما اسب ولا اشتم، انا انسان محترم اصلا، لكن بعض مرات في استفزازات صراحه. ايضا شباب كل ريد راح يطيح لك تير 6 توكن، فتقريبا في الاسبوع الخامس راح تكون معك ثلاث قطع تير 6 الا اذا طاحت لك واحده زياده، فراح تجيبها في كل الاحوال ما عليك. بنفس الوقت ما ادري عن النظام اللي تعرفون الشباب اللي هنا، بصراحة ما قريت أي خبر، لكن أتوقع أنه بيكون موجود اللي هو الكاتاليست، أنك تحول القطعة حقتك إلى تير 6، بيكون الوضع مرة فن. طبعا تحذير شباب، القطعة حقتك إذا موجودة لا تحولها إلى تير 6 إلا لو كانت هيرو. إذا كانت هيرو حولها تير 6، إذا كانت تشامبيون نصيحة لك لا تحولها، لأنه راح تغيرها مثلا أسبوع أسبوعين وراح تغيرها. فدائما ركز على الهيرو، قطع الهيرو وقطع المث. ايضا نفس الكلام شباب، اذا انت عندك تفكر انه في نص السيزن راح تلعب التات، نصيحه لك من بدايه السيزن حاول انك تجيب لها الجمات، تجمعها وتحطها في الباك. طبعا في الديث نايت حقي انا ما لعبته بدايه السيزن، انا لعبته بنص السيزن، لكن جهزت له من بدايه السيزن لدرجه انه عنده ست حبات من هذه. فاول ما بديت العب بالديث نايت واغير فيه كانت موجوده عندي سته، فاول ما لبست فل على طول حطيت على الجير حقي كله جمات زي ما تشوفون. طبعا هذا الورلوك حقي يمديك تحط على الهيد، بدك تحط على الويست وتحط على الخواتم وتحط على الريست. فالقطعة هذه ترى تعتبر مهمة إذا أنت تفكر تلعب ألت بنص السيزن، من بداية السيزن جهز له. ما عليك من نظام البوليون اللي هنا اللي تشتري القطعة هذه، هذه راح تطيح لك زي ما قالوا نظامها نفس نظام سبارك. شوفوا هنا كمية السباركات اللي عندي، مرة كثير. أيضا حاول أنك تركز على الأيتمات البيئيس حقك، طبعا هذه موجودة عندي من السيزن الثاني اللي هي Call of the Demise. ركز على ايتمات البي ايس حقتك اهم شيء تحاول تجيبها. برضو البوليون لا تصرفها على ايتمات الا وانت متاكد 100%. حلو، دائما راقب بول، نزلت شروحات شباب، روح راقب بولوجز، راقب بلود ماليت، راقب كل المواقع اللي تعرفها، شوف اللاعبين وش يشترون ايتمات وانت تسوي زيهم بالضبط. ما تحتاج انه يكون عندك مخ ثاني، خلهم هم يتعبون وانت ما عليك، انت راقبهم بس وقلدهم. هذه وظيفه العرب بشكل عام انهم يقلدون. واضح انه في كلام داخلي بس الكلام هذا بديت افقد السيطره عليه، شكله بيطلع بينفجر باي وقت. المهم علينا من الكلام هذا. بس شباب ما في شيء زياده، ان شاء الله يكون السيزون ممتع. وبرضه لا تنسون تخشون الكوميونتي حقي، اللاعبين العرب كلهم ان شاء الله نجتمع كلنا بديسكورد واحد ونستمتع باللعبه، اجمل لعبه في العالم لعبه وورد اوف كرافت. حتى لو كان السيزون معفن راح نستمر نلعب، لانها هذه وورد اوف كرافت شباب، هذه افضل لعبه مرت على عالم العاب الفيديو كله. فيب شباب كان هذا كل عندي، كان معاكم اخوكم الزاي، نشوفكم في مقطع قادم ان شاء الله، في امان الله.